الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين، نسترعي الانتباه لقول الله الحكيم في كتابه الكريم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات معطرة بعبق الولاء الصادق لمقام رسول الله الأعظم وعترته الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومراجع الدين العظام وأتباع أهل البيت عليهم السلام، وأمتنا الإسلامية جمعاء بالولادة الميمونة لكلمة الله في أرضه وحجته على عباده صاحب العصر والزمان، وطاووس أهل الجنة بقية الله الأعظم، والذي يصادف يوم غد في 15 من شهر شعبان المعظم، أعاده الله على المسلمين بالأفراح والمسرات، وبلغنا الله ظهوره ونحن في ركابه وتحت لوائه، إنه سميع الدعاء. ونحن إذ من الله تبارك وتعالى علينا بلوغ هذه الليلة المباركة، ليلة ولادة أمل المستضعفين، مولانا وولي نعمتنا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، فينبغي الاستنارة بما ورد من آثاره النورانية العظيمة، والامتثال لأوامره امتثالاً لأمر الله تعالى، والسعي والجد في قضاء حوائجه التي من مصاديقها إعانة الضعفاء ونشر معالم الدين وترك الذنوب والمعاصي ووحدة الصف، وأن نكون زيناً لمحمد وآل محمد. ولا نكون عليهم شينا، فمولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف مطلع على أعمالنا، فقد ورد عنه أنه قال: فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، إلى أن يقول عليه السلام: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ولهذه الليلة المباركة أعمال مذكورة في المفصلات، ومنها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: سئل الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان، فقال عليه السلام: هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها، فإنها ليلة آل الله عز وجل على نفسه ألا يرد سائلا فيها ما لم يسأل الله المعصية، وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلوات الله عليه، فاجتهدوا في دعاء الله تعالى والثناء عليه. ومن بركات هذه الليلة أنها ميلاد سلطان العصر وإمام الزمان
أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وهذا ما يريد منا إمامنا صلوات الله عليه، وهذا ما يزيد الليلة شرفا وفضلا، وقد وردت فيها أعمال كالغسل، فإنه يوجب تخفيف الذنوب وإحيائها بالصلاة والدعاء والاستغفار، كما كان يصنع الإمام زين العابدين عليه السلام. وفي الحديث: من أحيا هذه الليلة لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. وزيارة الإمام الحسين عليه السلام هي أفضل أعمال هذه الليلة، وتوجب غفران الذنوب. ومن أراد أن تصافحه أرواح 124,000 نبي فليزره في هذه الليلة، وأقل ما يزار به أن يصعد الزائر سطحاً مرتفعاً فينظر يمنة ويسرة، ثم يرفع رأسه إلى السماء فيزوره بهذه الكلمات: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وقيل أنه من يزور الحسين عليه السلام حيثما كان بهذه الزيارة يكتب له أجر حجة وعمرة. وختاما ندعو الشباب الكرام الابتعاد عن مظاهر اللهو والفرح كالغناء الذي يؤدي بألحان متعارف عليها عند أهل اللهو، لأن هذا فعل حرم الله ممارسته واستماعه والتكسب منه وبه، كما ندعوهم إلى عدم الاغترار بنوع الكلمات المؤدات لعظمة هذه المعصية وشناعتها. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يحشر صاحب الغناء في قبره أعمى وأخرس وأبكم، ويحشر الزاني مثل ذلك، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك، وصاحب الدف مثل ذلك. وفقنا الله تعالى وإياكم جميعا لمراضيه ولكل خير، ونسأله القبول كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.